كاين في شكله في مناهضة الحكومة لم حول العقوبة البلدان التي أوقفت تطبيق العقوبة وكان آخر تنفيذ لهذه العقوبة عام 1993 لكن لا يجب أن نقف عند حدود وهذا هذا تقليد شهري دابت النقابة الوطنية للصحافة المغربية على تنظيمه كل شهر لأنه اليوم ما أحوجنا إلى تعريف بالإصدارات الأدبية والكتابات اللي كتمس الحق للصحافي والإعلامي. لقاءنا اليوم يتطرق إلى الكتاب للأستاذ مصطفى العراقي كأستاذ الكتاب العنوان ديالو دليل مرجعي حول عقوبة الإعدام. نستحضر في هذا اللقاء طبعا السياق العام لجريم عقوبة الإعدام كرونولوجيا العقوبة ديال الإعدام عندنا في المغرب وأيضا الخطوات الممكن نهجوها لإلغاء عقوبة الإعدام من تشريع الوطني اعتبارا لأنه الحق في الحياة حق مشروع الجميع كيفما كانت النوعية ديال العقوبة اللي قام بها شخص معين. هذا لقاء كنأكد أنه لقاء ثقافي تواصلي بحكم أنه النقابة الوطنية للصحافة المغربية تنفتح على الإصدارات الأدبية وما أحوجنا اليوم إلى التعريف بهذه الإصدارات هذه في عالم يعني تعددت رؤاه الفكرية والإيديولوجية وكيشهد واحد ثورة تكنولوجية. رجعوا الاهتمام للكتابة والقراءة بشكل عام. دليل مرجعي يضم ما نصت عليه الاتفاقيات الدولية الصادرة عن الأمم المتحدة وكذلك الاتفاقيات الإقليمية سواء بأوروبا أو إفريقيا أو العالم العربي أو في العالم الإسلامي وكذلك في القارة الآسيوية. طبيعة الحال هنالك عدة نصوص أشارت إلى هذه العقوبة ودول منعتها من تشريعاتها. هنالك توجه عالمي اليوم لإلغاء هذه العقوبة مثلا منذ صدور إعلان العالمي لحقوق الإنسان في 1948 كان فقط عدد الدول التي لا توجد هذه العقوبة في تشريعاتها حوالي 14 دولة. اليوم ونحن في سنة 2022 هنالك أكثر من 125 دولة ألغت هذه العقوبة. إذن هنالك توجه عالمي من أجل إلغاء عقوبة بشعة ولا إنسانية وهي عقوبة الإعدام. وتعلمون أن الدستور ينص في أحد فصوله على الحق في الحياة أنه حق مقدس ويجب صيانته. جاءت فكرة هذا الدليل الذي صدر أنجزته لشبكة الصحفيات والصحفيين من أجل إلغاء عقوبة الإعدام كي يكون مرجعا للزميلات والزملاء ليستأنسوا به وهم يتناولون هذا الموضوع موضوع عقوبة الإعدام. قبل أسابيع كان هنالك المؤتمر الثامن لإلغاء عقوبة الإعدام في برلين وقد كانت مشاركة مهمة لوفد مغربي وكنت ضمنه نناضل ونرافع من أجل إلغاء هذه العقوبة. كما أن هنالك دعم معنوي من أعلى سلطة في البلاد جلالة الملك الذي أشار في رسالته التي وجهها إلى المنتدى العالمي لحقوق الإنسان سنة 2013 بضرورة أن الذي تمنا فيه النقاش حول هذا الموضوع موضوع إلغاء عقوبة الإعدام. نحن اليوم نطالب بأن يتم تطهير القوانين المغربية من هذه العقوبة سواء القانون الجنائي أو قانون القضاء العسكري وإلغاء ظهير حماية صحة الأمة الذي ينص على عقوبة الإعدام وكذلك في مسطرات الجنائية وقانون المؤسسات السجنية. هنالك جبهتنا اليوم في المغرب تتسع. أسسنا عدد من الشبكات منها شبكة الصحفيين منها شبكة نساء ورجال التعليم شبكة المقاولات والمقاولين هنالك شبكة البرلمانيات والبرلمانيين وهنالك شبكة المحامين والمحاميات. هذه الجبهة ترافع وتطالب بأن يخطو المغرب الذي لم تنفذ فيه عقوبة الإعدام منذ 1993 أن يخطو خطوة حقوقية من أجل إلغاء هذه العقوبة تضاف إلى الرصيد الذي أنجزه في مجال حقوق الإنسان خلال 20 سنة الأخيرة. أعتقد أن تحتاج إلى إرادة سياسية حقيقية لتنجز ما أقدمت عليه قبل 7 سنوات وتنجز ما
حققه المغاربة في 2011 عندما تم طرح الدستور للاستفتاء وتم التصويت عليه بأغلبية ساحقة. اليوم نحن بحاجة إلى خطوة حقوقية، خاصة أن بلادنا لم تنفذ أي عقوبة خلال 30 سنة الأخيرة، وهذا الزمن بطبيعة الحال كانت فيه هنالك كل سنة عفو ملكي. مثلا منذ سنة 2000 عند تربع جلالة الملك على العرش إلى اليوم تم العفو على أكثر من 120 سجين كان محكوما بالإعدام. هذه إشارة قوية يجب أن يلتقطها البرلمانيون لكي وهم على عشية مناقشة التعديلات على القانون الجنائي أن يشطبوا من هذه العقوبة من هذا القانون. كانت هنالك مقترحات قوانين قدمتها عدة فرق برلمانية تطالب بإلغاء هذه العقوبة. إذن اليوم الفكرة أعتقد أنها نضجت، وما على الإرادة السياسية إلى أن تبلورها وتصدر تشريعا كما أصدرته أكثر من 125 دولة تلغي هذه العقوبة البشعة واللا إنسانية. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في العشان يوتيوب وبارتاجيو الفيديو وديرو جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.